هاني الأرملة، مدام طشر ناجي، عندي بنات اثنين ولد. توفى زوجي طالع للزيارة وفاة الإمام موسى بن جعفر، هناك صار إرهاب قوي. القوة مالتي شفت نفسي وحدي، ما حد ساعدني، يعني طلبت المساعدة ما حد ساعدني. أنا قوة بنفسي، تحديت عيالي، تحديت أهلي، ووقفت على رجلي. أنا عندي صالون هسه دا أشتغل بيه، عندي زباين هواية من السيدية، من حي العامل، من منطقتي نفسها، والحمد لله وشكر. وأنا حتى دا أبيع غراضي، يعني هم المحتاجيها البنات، وزبايني ما يعوفوني. بناتي زوجت الحمد لله وشكر، ما احتاجيت لحد. أحس بتفاؤل وأحس أسوي الشيء الأحسن بعد، لا ما خايفة من أي شيء.